أهلا بكم تلاميذ الصف الخامس الابتدائي في الدرس الأول من مادة تكنولوجيا المعلومات على قناة مصر للتعليم الابتدائي. بدعوكم لعمل سبسكرايب أو اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. أهداف الدرس: طبعا في نهاية هذا الدرس يكون التلميذ قادرا على أن يعطي أمثلة على كيفية مشاركة المعلومات، ازاي اشارك المعلومات بتاعتي، كمان يحدد طرقا لتسجيل المعلومات، ازاي يكون عندي طرق لتسجيل المعلومات، يتواصل ويتبادل المعلومات مع زملائه عبر احدى المنصات التعليمية، ازاي يتواصل ويتبادل المعلومات مع زملائه من خلال احدى المنصات التعليمية لنتفاعل معا. ايه هي الادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللي بتستخدمها بانتظام، وكيف تساعدك على انجاز مهام مختلفة؟ لنتعلم. فرويد هايبرت ده عالم اثار ومستكشف مقيم في منظمة ناشونال جيوغرافيك. بيدرس فرويد هايبرت ماضي الشعوب، يبقى بيدرس ماضي الشعوب عن طريق التنقيب والملاحظة والكتابة عن الأجسام والمواقع الأثرية. يبقى إذن فرويد هايبرت ده عالم آثار ومستكشف مقيم في منظمة ناشونال جيوغرافيك، ده بيدرس ماضي الشعوب من خلال أو عن طريق التنقيب والملاحظة والكتابة عن الأجسام والمواقع الأثرية. البرامج اللي هي التطبيقات الرقمية اللي يستخدمها فرويد هايبرت في القيام بمهام عمله. طبعا اول حاجة معالج الكلمات اللي هو الوورد في كتابة التقارير. يبقى اذا هو بيستخدم برامج رقمية في القيام بمهام عمله. اول حاجة اللي هو معالج الكلمات اللي هو الوورد. طب الوورد ده بيعمل به بيكتب به التقارير. طب في عندنا كمان اللي هي الجداول الحسابية اللي هي الاكسل، في اعداد الرسومات البيانية لو فيه هو عند والتعبير والتعبير عنها. يبقى اذا هو بيستخدم حاجتين لغاية دلوقتي، اللي هي معالج الكلمات الوورد ده في كتابة التقارير، كمان الجداول الحسابية اللي هي الاكسل في اعداد الرسومات البيانية والتعبير عنها. في كمان عروض تقديمية هي اللي هي الباوربوينت. الباوربوينت ده بيعرض نتائج ابحاثه على فريقه طبعا من خلال من خلال الوورد والاكسل والباور بوينت. طبعا بيحرص فرويد هايبرت على ان تكون الشرائح سهلة القراءة وان توضح المعلومات. ده الراجل ده اللي هو فرويد مين هايبرت، طبعا بيحرص على ان تكون هذه الشرائح ان كانت الوورد او الاكسل او الباور بوينت تكون سهلة القراءة وتوضح كمان المعلومات. ايه هو البريد الالكتروني اللي احنا بنطلق عليه الايميل؟ الايميل اللي هو البريد الالكتروني. طبعا البريد الالكتروني دوت فايدته للتواصل بشكل رسمي. طبعا بيستخدم الرسائل الورقية ايضا، يعني هو لما بيحتاج مثلا يكتب رسائل ورقية فرويد هايبرت تمام بيستخدمها، وكمان يسلم المستندات شخصيا الى زملائه في العمل. من ادوار فرويد هايبرت ايضا هو توجيه طلابه وزملائه واعطاء دورات تعليمية وتدريبية للطلاب وللزملاء من جميع انحاء العالم. التعليم والتدريب، التعليم والتدريب، هو ان احد الاشخاص ذوي الخبرة الكبيرة بيقدم المعرفة. يعني واحد شخص تمام ذو خبرة كبيرة بيقدم المعرفة والتمرين للاخرين في موضوع ما، في موضوع ما، طبعا يمكنهم من حل العديد من المشكلات التي قد يتعرضون لها، وايضا مساعدة مين الناس على التقدم بشكل اسرع، وهي طريقة رائعة لنقل المعرفة والمهارات. يبقى احنا عرفنا كده التعليم والتدريب، ده طبعا احد الاشخاص ذوي الخبرة الكبيرة بيقدم معرفة وتمرين للاخرين في موضوع ما، اي موضوع، وده يمكنهم من حل العديد من المشكلات اللي ممكن يتعرضوا لها، وايضا مساعدة الناس على التقدم بشكل اسرع، وهي طريقة رائعة لنقل المعرفة والمهارات.
المقابلات المباشرة والاجتماعات الافتراضية. ايه هو المقابلات المباشرة وايه هي الاجتماعات الافتراضية؟ طبعا بيفضل فرويد هايبرت التواصل مع الناس من خلال المقابلات المباشرة وجها لوجه. طيب احيانا لا يستطيع فرويد هايبرت اجراء اللقاءات المباشرة لعدة اسباب، يعني هو مثلا مش قادر ان هو يعمل لقاء مباشر مع الشخص او مع الناس اللي هو عايز يعمل ايه، يعمل مقابلات معاهم. ليه؟ ايه السبب؟ وجوده في رحلة استكشافية مش هيقدر يعمل ايه، يعمل مقابلة مثلا. وجود الاشخاص الذين يلتقي بهم في بلدان مختلفة، يعني مثلا ممكن يكون هو قاعد مثلا في امريكا وهو عايز يلتقي مع اشخاص في الهند، اشخاص في استراليا. طيب في الحالة ديت ايه اللي يحصل؟ بيعقد فرويد هايبرت اجتماعات افتراضية مع هؤلاء الاشخاص باستخدام منصات رقمية مختلفة. زي مين؟ زي زوم، ده طبعا ايه، منصة رقمية زوم، وممكن كمان واتساب، مما يسهل عملية التواصل مع مين؟ مع الناس. يبقى اذا في عندنا هنا مقابلات مباشره وفي عندنا اجتماعات ايه، افتراضيه. المقابلات المباشره اللي هو وجها لوجه، طب الاجتماعات الافتراضيه استخدام منصات رقميه زي زوم او واتساب، وده طبعا بيسهل عمليه التواصل مع مين، مع الناس. طبعا تسهل الاجتماعات الافتراضيه او مؤتمرات الفيديو عمليه التدريب. ليه؟ لانها بتوفر طريقه فعاله لتعليم الاخرين وتدريبهم، فيمكنهم رؤية وسماع بعضهم ومشاركة شاشاتهم وإرسال المستندات واستقبالها. وإنت قاعد في البيت أو إنت في أي مكان إنت موجود فيه ممكن يعمل اجتماع افتراضي أو مؤتمر فيديو، تمام كده؟ بيوجد صعوبة في تنظيم مواعيد الاجتماعات. دي من ضمن العيوب، دي من ضمن إيه؟ عيوب الاجتماعات الافتراضية. إيه هي؟ في صعوبة في تنظيم مواعيد الاجتماعات الافتراضية في وقت يناسب الجميع. يعني المفروض طبعا لو احنا نعمل اجتماع مثلا مع 100 واحد، تمام كده، لازم احدد الميعاد بحيث ان يناسب الجميع، يناسب 100، تمام. طب ايه السبب؟ لان طبعا بيوجد صعوبة في تنظيم مواعيد الاجتماعات الافتراضية في وقت بيناسب الجميع بسبب اختلاف فروق التوقيت بين الدول، واحنا الحاجات دي خدناها في الدراسات الاجتماعية. ارسال ملاحظات رسمية موثقة، ارسال ملاحظات رسمية ايه، موثقة، في صورة رسالة بريد الكتروني او ارسالها كمستند ايه، وورد. دي طبعا تسهل الاجتماعات الافتراضية والمؤتمرات عملية التدريب. ازاي؟ ارسال ملاحظات رسمية موثقة في صورة رسالة بريد ايه، الكتروني. يعني ممكن انا اعمل ملاحظاتي وارسلها لك على ايه، على البريد الالكتروني الخاص بيك، او ممكن ارسلها كمان كمستند وورد بعد الاجتماعات الافتراضية او المكالمات الهاتفية، امر ضروري، وذلك لضمان حصول جميع المشاركين على المعلومات نفسها وعلى نسخة من المعلومات للاحتفاظ ايه، للاحتفاظ بها. مشاركة المعلومات، ازاي اشارك المعلومات؟ طبعا مشاركة المعلومات ده امر اساسي في حياتنا اليومية، والتكنولوجيا ساعدت على تيسير عملية المشاركة، تسهيل عملية المشاركة. طبعا بتحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حصول التلاميذ على تسجيلات الدروس عبر قنوات البث الفضائي زي القنوات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكمان من خلال قناة مدرستنا على اليوتيوب. يبقى قناة مدرستنا دي موجودة فين؟ على اليوتيوب. طبعا بيجد التلاميذ مقاطع فيديو لكل مادة من المواد الدراسية على موقع ايه؟ اليوتيوب. ده بيعطي فرصة أخرى للتلاميذ اللي هم فاتهم أحد الدروس أو من يحتاج إلى مزيد من الشرح أو إلى مراجعة سريعة للدرس، فبالتالي بيدخل إلى اليوتيوب وبيدخل على المنصة اللي هو إيه، الدرس اللي بيكتب اللي عايزه بيكتبه بيسجله وبيطلع له، وتعطي قناة مدرستنا فرصة للتلاميذ لمشاهدة الدروس متى إيه، متى شاء ومتى أرادوا. لنستكشف، هناك الكثير من التحديات اللي بتواجه الأشخاص عند إجراء مكالمات افتراضية عبر الإنترنت. هناك تحديات بتواجه الأشخاص عند إجراء مكالمات افتراضية عبر الإنترنت، أبرزها اختلاف فروق التوقيت. دي المشاكل اللي هي بتواجه بعض الأشخاص عندما
عند اجراء مكالمه افتراضيه. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا لو عايز اعمل اجتماع مع واحد في امريكا، تمام، انا عندي هنا هو فرق التوقيت بين مصر وبين امريكا في حدود 7 ساعات. يبقى اذا يعني احنا يعني لو احنا موجود مثلا الساعه 1 الظهر مثلا، يبقى عندهم هناك حوالي الساعه 6 الصبح. طيب كمان محدوديه اعداد الاشخاص، يبقى هناك هنا اهو احنا حكينا كده وقلنا ان ابرز الصعوبات والتحديات اللي هي ايه؟ اختلاف فروق التوقيت الزمني بين الدول. كمان محدوديه اعداد الاشخاص الذين يمكنهم الالتقاء معا في نفس الوقت. بمعنى ايه؟ يعني انا عشان اعمل مكالمه افتراضيه انا عايز مجموعه من الاشخاص، عدد كبير، لكن انا ما اقدرش بسبب فروق التوقيت، فبالتالي الاعداد بتاع الاشخاص اللي انا عايزهم هتكون محدوده عشان ايه؟ عشان فروق التوقيت. برايك كيف يمكن التغلب على تلك التحديات؟ ايه هي التحديات اللي احنا قلناها اللي هي فروق التوقيت ومحدوديه اعداد ايه؟ اعداد الاشخاص الذين يمكنهم الالتقاء معا في نفس ايه؟ في نفس الوقت. طبعا بيقول لك اذكر طرق استخدامك ادوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، باي طرق يمكنك استخدامها في المستقبل، لماذا من المهم تبادل المعلومات في عالمنا اليوم. طبعا هنحل اختبر ألف، ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ. يستخدم برنامج الجداول الحسابية في إعداد الرسوم البيانية. طبعا فعلا بيستخدم برنامج الجداول الحسابية اللي هو الإكسل في إعداد الرسوم البيانية. الإجابة إيه؟ صحيحة. يستخدم برنامج زوم لعقد اجتماعات افتراضية. طبعا بنستخدم فعلا برنامج زوم عشان نعقد اجتماعات ايه؟ افتراضية. العبارة ايه؟ صحيحة. 3. تنظيم مواعيد الاجتماعات الافتراضية امر سهل بسبب فروق التوقيت بين البلدان المختلفة. طبعا تنظيم مواعيد الاجتماعات الافتراضية على زوم او على الواتساب امر صعب. امر ايه؟ صعب بسبب فروق التوقيت بين البلدان المختلفة. هنا بيقول لي سهل، يبقى إذن العبارة إيه؟ العبارة خطأ. توفر وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا لتسهل عملية التعليم خارج المدرسة أيضا. العبارة صحيحة. رقم باء، أكمل العبارات التالية بالإجابة المناسبة من بين الاختيارات التالية: افتراضية، البريد الإلكتروني، فروق التوقيت بين الدول، التدريب. نركز مع بعض عشان الأسئلة دي مهمة جدا، وعشان لو في أي حاجة سابتنا من الدرس احنا نقدر نعمل ايه؟ نقدر نراجعها ونقدر نستوعبها مرة ايه تاني. رقم 1، يمكنك استخدام نقط للتواصل مع المؤسسات بشكل رسمي. طبعا عشان انا اتواصل مع المؤسسات بشكل رسمي استطيع استخدام مين؟ البريد الالكتروني. يبقى دي رقم 1. يبقى دي رقم ايه؟ 1. 2، تهدف عملية نقط لنقل وتبادل المعرفة من احد الاشخاص ذوي الخبرة للاخرين. طبعا تهدف عملية التدريب لنقل وتبادل المعرفة من احد الاشخاص ذوي الخبرة للاخرين. طبعا دي رقم ايه؟ 2. رقم 3، يستخدم برنامج واتساب لعقد اجتماعات. طبعا ايه؟ اجتماعات ايه؟ افتراضية. دي رقم 3. رقم 4، يعد نقط احد المعوقات التي قد تتعرض لها عند اجراء اجتماعات افتراضية مع زملائك في بلدان اخرى. طبعا يعد فروق التوقيت بين الدول دي احد المعوقات اللي ممكن تتعرض لها عند اجراء اجتماعات ايه؟ افتراضية. دي رقم 4. رقم جيم، صوب ما تحته خط فيما يلي. يعني كلمة وورد دي خطأ، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنصححها. رقم 1، يمكن استخدام برنامج وورد لتصميم العروض التقديمية. طبعا وورد دي غلط، المفروض انا استخدم للعروض التقديمية اللي هو ايه؟ برنامج باوربوينت. باور ايه؟ بوينت. التعليم والتدريب هو تقديم المعرفة من احد الاشخاص الهواه للآخرين. طبعا من أحد الأشخاص ذوي الخبرة، يبقى أقول له هنا هو ذوي الخبرة. ذوي إيه؟
الخبرة للإيه للآخرين. طيب رقم ثلاثة، يستخدم برنامج سكايب لتسجيل النتائج في شكل قاعدة بيانات. قاعدة بيانات يا جماعة، يبقى إذا أنا أقول له إيه؟ أقول له برنامج إكسل. برنامج إيه؟ إكسل. طبعا بكده ننتهي من الدرس الأول مادة تكنولوجيا المعلومات الصف الخامس الابتدائي. بتمنى وبرجو عمل سبسكرايب أو اشتراك على قناة مصر للتعليم الابتدائي مع تفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.